كلام في الحب والزواج يا ناس، لمن عد مراحل الشباب ذكور وإناث، وللذكر الذي تعدى مرحلة الشباب أقول: إذا كنت متزوج حافظ على زوجتك، وإذا كنت تظن أنها أقل من غيرها في أمور فراجع نفسك، ربما تكون أفضل من غيرها في كثير من الأمور، واصبر على استقرار الحياة لك ولها، فهذا أفضل بكثير من أي خراب ممكن أن يأتي من غيرها. وإذا كان الاستمرار معها مستحيل فلا تأذيها بأي شيء، لأنك بهذا تكون إنسان حقير، واتركها تعود من حيث أتت بكل أخلاق وكلام ينصرك في أي حوار، وياريت تركز في الكلام. وإذا كنت منفصل وتبحث عن أخرى فكون مفكر في القرار حتى لا يحدث نفس الحوار. وإذا كنت مضرب عن الزواج فراجع هذا القرار، لأنه خراب لإعمار الدنيا الذي أتيت أنت إليها بسبب الزواج. وإذا كان الفقر المادي حائل بينك وبين الزواج فاصبر على الاحترام، فهو أفضل باب لك في هذا الكلام، حتى لا تكون فقير من المال وجعلت نفسك فقير من الاحترام كمان. وللأنثى التي عدت مرحلة الشباب نقول لها كلام، وياريت تركز في الكلام: إذا كنت متزوجة حافظي على زوجك، هذا لك من أهم الكلام. وإذا كنت تظن أنه مقصر في أمور راجعي نفسك، ربما يكون أفضل في كثير من الأمور. وكوني في هدوء واعملي بكل جهد على أن يكون الاستمرار بينكم بكل ذوق، ولا تظني أن الحياة يجب أن تكون وردية في كل الأمور، بل تحتاج إلى الصبر حتى تعد الأمور. وإذا وصلت بفكرك الذي يحتاج إلى كل تركيز أن الحياة أصبحت معه مستحيل، فلا تفكري في أي أذى له، لأن هذا يكون أكبر أذى لك في الدور. فاخلعي بسلم، هذا أفضل لك حتى تستمر الحياة لك والدور. وإذا كنت منفصلة وفي انتظار آخر فركزي حتى لا تقعي في نفس الدور. وإذا كان فاتك وقت الزواج وتظني أن هذا بلاء فراجعي نفسك بذكاء، ربما القدر فداكي من زواج كان هيخلي حياتك كلها عذاب في عذاب. وإذا كنت أنت اللي رفض الزواج فراجعي بعقلك هذا الحساب، لأن الكون محتاج إعمار وأنت أساس فيه بدون أفكار. عايزين نركز في الكلام أيها الكبار، أنتم خبرة في الحياة ذكور وإناث، عشان يبقى فيه المشاكل اللي ذكرناها وأنتم مستمرين فيها بدون حلول، عيب عليكم بجد، هذا يكون إناث أو ذكور. طبقوا الحلول بفكر العقول، وكونوا عبرة عظيمة لشباب قادم عشان يسير بعدكم في هذا الدور.